انا هذه حاجه عشتها من المظاهر نتاع التلاعب، فما بالك بالمظاهر نتاع التلاعب الكبرى اللي حكيت عليها الهيئه. فعلا عنده مسؤوليه، وحركه النهضه عندها مسؤوليه. شوفي حركه النهضه والبحيري راسا بركوا على القضاء في تونس، ولكن مع الوقت توا اللعبه بدات تظهر. قول بركوا على القضاء، الكلمه هذه من عندك حمل همامي، فيها اتهام للقضاء. راهو مش ما فماش نوع نتاع فرز اليوم، وغدوه نخرج نقولوا حمل همامي يتهم القضاء اليوم لانه فما حزب بارك عليه. اتهمه ثم انا ديما قلت ثم قاضيات وقضاة شرفاء. طبعا هو يلزمنا ننجزوا افراد، خلينا نحكي لك يلزمنا ننجزوا. لا نحكي لك على الجهاز انا، لا نحكي لك على الجهاز، لا نحكي لك على المنظومه، وراني من اكثر الناس اللي يعرفوها. القضاء من 72 وانا نعاني فيه، وانا من جلسه لجلسه ما تبدلش. نفس القضاء اللي تعاني فيه من 72 اليوم ما زلت تحكي بنفس النبره على القضاء في 2021؟ لا زاد الحقيقه، ثم توا قضاة، ثم قضاة حكم تحقيق، وثم مرات حتى وكلاء جمهوريه حقيقيه. راهو القضاء اللي تحكي عليه هو اللي احال بشير العكرمي. شويه عدد هوني فما اون كونتراديكسيون حمام. لا وقتاش وقت احالتي؟ النهارات هكا ولا يا نهارين هكا ولا بعد انا ضغط، صار ضغط كبير، وبطبيعه الحال نحن رحبوا بالاحاله هذه. موجود عنده سنين راهو. لا ضغط، ولكن وقتاش جيب نتيجه؟ ما تكلموش قبل هذا. ام القضاء تعرفي شنو اللي زاد بعد الثوره؟ تعرف وقت بن عليش كان موجود في القضاء، ثم دوائر كنا نعرفهم. دائرة ستة في الابتدائي معروفة، شادة وحيد، الحكم حاضر، بعد تلقي دائرة في الاستئناف، بعد في الجناك محرز اسمه هذاك اللي مشى هرب، كانوا ثم دوائر معروفين، والاخرين يخدموا الاغلبية نتاعهم والابدين، وثم اقلية واغلبيتهم نساء يا سماح، كانوا يشرفوا في القضاء اللي صار فيهم، الكنسى اللي صار فيهم. توا تعرف شنو هو؟ تعفن القضاء. تعفن القضاء. تعفن القضاء. وتعفنت مؤسسات الدولة كلها بالفساد. ما عادش تكون مخوفهم توا. أنا نقول لك اللي ديما فما قضاة شرفاء. لا قلت لك قاضيات شرفاء. لا حكيت لك أنا قلت لك ثم قضاة، لا نعرفهم. ايش قلت لك انا؟ هو نسبوا حمل همامي راهو تقول لي تعفن القضاء. الجهاز، الجهاز كجهاز راهي منظومه، راهو عندك منظومه. خي انا وقت اللي نحكي على المنظومه الامنيه، خي ماشي بالك معناها ما ثماش امنيين نظافه. طبعا فما امنيين نظافه نظاف برشا. لما نحكي لك على المنظومه، على المنظومه كي نقول لك الاداره خايبه، اذا شو اللي صار في القضاء؟ اللي هذا ولا يضرب على حسابه. وانا اعي ما اقول، وحتى الهيئه اللي نتاع مقاومه الفساد ايش قالت؟ ضارب رو الفساد غادي. واضح. اليوم واضح اليوم انت يا سماح يتضح لك وان الزوز الكبارات نتاع القضاء، طيب راجد وباش يلعكس هكا ولا الزوز متعلقه بهم قضايا فساد، ما هذا ما الخميره نتاع الواحد اذا كان راس القرطله هكا. انت تقراها غادي نقول باللي بوست اللي عندهم اليوم وتم احالتهم على مجلس التاديب، نقول بانه القضاء فيه برشا شرفاء، وهذه اتهامات وقرينه البراءه موجوده. اسمعني ما قلتلكش راه ما قلتلكش ما فيش القضاء، ويلزمهم يقدموا، ولكن القاضيات والقضاة الشرفاء يقدموا، لانه اذا القضاء يكون فيه ثم فيه فساد راهو على الدنيا السلام وقتها تخاف على البلاد. وبما انه السنوات الاخرى الكل في صار ما صار